عامل مفاجآت كبيرة جدا، بيفوز على برشلونة وبيحقق نتائج وبيكسب أتلتيكو مدريد وبيكسب كل الأندية في الدوري الأسباني، وعامل نتائج مدهشة مدهشة في الدوري الأسباني جيرونا هذا الموسم. ويفضل السؤال قائم زي ما قلت لحضراتكم، هل جيرونا يقدر يعمل اللي عمله ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي لما فايق الكبار مانشستر سيتي وتشيلسي ومانشستر يونايتد وليفربول وتوتنهام والكبار دول كلهم وخد الدوري الإنجليزي بجيل؟ طبعا لو تفتكروا ليستر سيتي كان معاه مين بقى؟ كان معاه انجولو كانتي، كان معاه رياض محرز، طبعا فاردي كان في احسن احواله، كان معاه اسماء كبيره جدا جدا وعظيمه جدا، بعد كده انتقلت لانديه عديده. هيقدر يعمل ده جيرونا ولا لا؟ هنعرف بعد لحظات من كيكي كارسل المدير الرياضي لنادي جيرونا الاسباني. مره اخرى معانا كيكي كارسل المدير الرياضي لنادي جيرونا، نسأله. يا فندم برحب بيك مرة أخرى على التلفزيون المصري برنامج رقم 10. بخير، متشرف بيكم جدا. جيرونا بالتأكيد أنت تعلم أنه حديث العالم في الوقت الحالي، إحنا هنا كمصريين أو في الوطن العربي أو في الشرق الأوسط شايفين أن جيرونا عامل مفاجأة عظيمة وكبيرة جدا، مفاجأة استثنائية بتحصل على فترات في الملاعب الأوروبية، بالنسبة لنا مفاجأة، بالنسبة لك أنت، بالنسبة لإدارة نادي جيرونا، هل ما يحدث هذا الموسم هو مفاجأة ولا كان نتاج تحضير جيد؟ Bueno, la verdad que ha sido una sorpresa, no. الحقيقة كانت مفاجأة. النادي حاول يعمل حاول يشتغل بطريقة كويسة، وكل أسبوع بيتقدم أكتر وأكتر، بنلعب مع الكبار ومنتظرين مباراة ريال مدريد. مباراة ريال مدريد هتكون بالنسبة لكم فاصلة في المنافسة على لقب الدوري الأسباني بكل تأكيد، بس أنت كنادي بالتأكيد إمكانياتك مش زي إمكانيات الأندية الكبيرة زي ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد، ورغم كده قدرتوا تشتغلوا بشكل رائع جدا بمجموعة لاعبين أصبحوا الآن مطلوبين في كل أندية العالم. كيف تم بناء هذا الفريق حتى يصل لهذه المرحلة الرائعة؟ Bueno, al final nosotros حسنا. nos hemos encontrado venimos de un año anterior donde اشتغلنا الموسم اللي فات كان موسم كويس، صارعنا كتير في اوروبا، y al final este año pues con los fichajes hemos hecho un paso adelante con un entrenador que عرفنا ان نتعاقد مع مدرب السنه دي كويس جدا، وهو بيقدم كره كويسه جدا وبكفاءه عاليه durante esta primera vuelta. Y que, que bueno, obviamente somos una sorpresa, pero que احنا عملنا مفاجأة. Pues lo creemos más, ¿no? Porque también hay detrás. وبننتظر ان احنا نعمل حاجات احسن. Y un cuerpo técnico donde está demostrando pues tener potencial para luchar por cosas importantes. ومع التيم الفني ده ان شاء الله نقدر نعمل حاجة كويسة. بالتأكيد المحطة الأصعب ليكم هتكون محطة مباراة ريال مدريد، وريال مدريد في أفضل أحواله، فائز مؤخرا بلقب السوبر الأسباني، هل في رأيك أن مباراة ريال مدريد لو فزتم بيها ستكون حاسمة اللقب الدوري؟ علشان تكسب الدوري لازم تبقى جاهز طول الموسم، لسه باقي 19 ماتش، الماتشات بتاعت ريال مدريد وبرشلونة طبعا مهمة جدا، ماتشات مهمة علشان مكسبها يعتبر مكسب للليغا طبعا، بس لسه قدامنا شغل كتير. importantes son el Real Madrid, el Barcelona, el Atlético Madrid y que Girona pues tiene que ir con humildad partido a partido para ver بس احنا بنفكر وبنشتغل ماتش ماتش علشان نقدر نصارع لحد الاخر وناخد الدوري.